طبعا ما بعملش لايفز، كنت متعودة اكتر ان اللايفز بتاعتي تكون على الانستجرام. يمكن في حياتي مثلا حتى على صفحتي الشخصية ما عملتش لايف، لكن انا حبيت ان انا ابتدي اعمل اللايفز دي بناء على كل طلبات فانز حبايبي اللي مفتقداهم بقالي. توفيت الممثلة والإعلامية المصرية الجميلة شيرين الطحان في شهر رمضان المبارك، وتوفيت في يوم الجمعة عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. ونعتها نقابة المهن التمثيلية في بيان، كما نعاها عدد من زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في شهر مارس بدخول الفنانة شيرين الطحان إلى المستشفى، وطلبوا من كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وعانت شيرين من مشاكل في الرئة والقلب ومكونات الدم، وآخر كلمات كتبتها الفنانة شيرين الطحان: يا رب. وكانت آخر تصريحات تلفزيونية للفنانة شيرين الطحان، قالت فيها: مش بحب قعدة المستشفيات، خرجت منها على مسؤوليتي، ومجرد ما وصلت البيت تعبت تاني، ودخلت العناية المركزة الموضوع مش سهل أبدا، ادعولي. تخرجت شيرين الطحان من كلية التجارة وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل. شاركت في مسلسلات رقم مجهول واسمه مؤقت والسبع وصايا ورمضان كريم، كما شاركت في أفلام سينمائية منها أعز أصحاب. وكانت آخر أعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة شيرين الطحان مسلسل رمضان كريم. رحلت الرقيقة الطيبة أم قلب أبيض، ربنا يجعل مرضك وألمك ووجعك وصبرك في ميزان حسناتك، آمين يا رب العالمين. وتقام صلاة الجنازة اليوم من مسجد فاطمة الشربطلي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.